الرئيس السيسي يؤكد الانعكاسات الإيجابية لمشروعات هضبة الجلالة على مسار التنمية. مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن اتفاق الحديدة. الرئيس الأمريكي يعلن إحالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس للتقاعد وتركه منصبه نهاية فبراير المقبل. تمام الخامسة فجرا بتوقيت القاهرة، هذا موجز لأهم الأنباء من إكسترا نيوز. أسعد الله أوقاتكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود المبذولة لإنجاز المشروعات الجارية بمنطقة هضبة الجلالة والالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من هذه المشروعات. وخلال تفقده عددا من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، أشار الرئيس إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لهذه المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة توفر حياة كريمة ومستقبلا أفضلا لأبناء الشعب المصري. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار بريطاني يؤيد اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي حول مدينة الحديدة. وقال دبلوماسيون إن هناك خلافات وصفوها بالعميقة بين الدول الأعضاء في المجلس حول مشروع القانون الذي ينص على تعيين فريق للبدء في مراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارد. وأكد الدبلوماسيون أن الخلافات تدور حول رغبة الولايات المتحدة في إدانة دعم إيران للميليشيات الحوثية، وهو ما يقابل برفض روسي. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال قتلت بالرصاص فلسطينيا عند حاجز على طريق في الضفة الغربية المحتلة، ولم تحدد وزارة الصحة هوية الشهيد، فيما زعم جيش الاحتلال أنه اقتحم حاجزا أمنيا بسيارته وأن الجنود فتحوا النار عليه متجاهلا ذكرى سقوط قتلى. أكد النائب العام المغربي صحة تسجيل فيديو بايع فيه 4 أشخاص تنظيم داعش الإرهابي ويشتبه بضلوعهم في قتل سائحتين دنماركية ونرويجية. وقال النائب العام في بيان له إن المشتبه بهم هددوا في الفيديو بشن هجمات إرهابية قبل أيام من مقتل السائحتين، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية حول هوية هؤلاء الأشخاص ومدى ارتباطهم بالحادث. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وزير الدفاع جيمس ماتس سيتقاعد بنهاية فبراير المقبل. وقال ترامب عبر حسابه على موقع تويتر إن ماتس نجح خلال العامين الماضيين في إحراز تقدم هائل بشأن إضافة معدات قتالية جديدة للجيش الأمريكي، وكذا دفع الدول الحلفاء على تقييم التزاماتها العسكرية. وأشار ترامب إلى أنه سيسمي قريبا وزيرا جديدا للدفاع، فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن خطاب استقالة ماتس إنه سيتنحى حتى يتمكن ترامب من تعيين وزير دفاع ذي أفكار متقاربة مع الرئيس الأمريكي حسب ماتس. انتهى الموجز. دوما تابعوا مزيد من الأخبار من خلال موقعنا الإلكتروني extranews.tv. في أمان الله.